نرحب بالخبير التحكيمي في السعودي الرياضي الكابتن علي المطلق. مساء الخير كابتن. مساء الخير اخوي وسهلا عادل، فيك. وسعد ضيوفك ابو فهد واستاذ محمد. لا انت قريب من اليوم، ما اقدر اناقشك واخذ اعطي معك واجد لاني كويس. اخاف صراحه، اخاف يجيني شيء ولا شيء. لا كويس اني قريب عندك، انا دائما بعيد عنك. هو بساعدك انا اكيد. طيب اهلا بك ابو عبد العزيز. اهلا وسهلا الله يحييك. كيف شفت اليوم حكم باطله النصر؟ طبعا المباراة مجملها كانت، يعني إدارة الحكم اليوناني كان جيد جدا في إدارة المباراة. طيب طبعا ما هناك حالات يعني مثيرة، ولكن للتوضيح بعض الحالات للمشاهدين من باب التثقيف. نتابع حالات المباراة شباب، كم عندك حالة كابتن؟ عندنا 7 حالات طبعا في مباراة الهلال والنصر. ما في تخفيض؟ طبعا نخفض مكان. طيب يلا. طبعا أول حالة في المباراة نشاهدها دقيقة 18، هنا طبعا هنا الحكم امر بسلامه اللعب، ولكن القرار السليم يفترض على الحكم اللي هو احتساب مخالفه لصالح فريق النصر، دفع من لاعب الهلال نواف العابد. هنا ما حسبها طبعا، ما حسبها، انا جبتها عشان اوضح ان هذه مخالفه لم يحتسبها الحكم. طيب. افترض الحكم يحتسب المخالفه. هذه ضربه الجزاء طبعا، ركله جزاء نشاهدها، الحكم اشهر بطاقه الصفراء، نشاهد الحاله. طبعا هنا دخول من لاعب هو حارس فريق النصر، طبعا بتهور على لاعب الهلال، هنا مخالفة صحيحة احتسبها الحكم واشار بطاقة صفراء على الحارس للتهور. صحيح، قرار سليم من الحكم. ما له علاقة انه هو مسيطر على الكرة ولا المهاجم؟ لا طبعا انا اسمع هالمصطلح. لا طبعا هنا ما تستحق، يعني اذا بتصل لدرجة اللي هو الاحمر. الاحمر لا ما تستحق كرت احمر، يعني لو كان مسيطر على الكرة نعم، لو كان مسيطر وكان يعني مواجه المرمى. وطبعا هي ما في وجود مدافعين، ولكن الجهة اليسرى طبعا اللاعب اخذ الجهة اليسار اللي هو قلل اللي هو القرار الاداري. طيب الحالة اللي بعدها، الحالة اللي بعدها هنا طبعا الحكم شاهد اللعبة وامر بسلامة اللعب، نشاهد صحة القرار. طبعا هنا الكرة لعبت من لاعب الهلال نواف العابد على يد لاعب النصر خالد الغامدي هنا، ولكن الذراع ثابتة، ذراع اللاعب ثابتة، والمسافة كانت قريبة جدا. طبعا هنا ما يدخل فيها التعمد نهائيا. طبعا الحكم شاهدها وامر بسلامة اللعب، قرار سليم من حكام المباراة. طيب ولا وجود المخالفة. هذا الهدف كابتن اللي يقولون مشاهد الله الهدف. ان شاء الله تكون الاعداد واضحه ان شاء الله. طبعا الكره لعبت بشكل واضح، ولكن هنا طبعا ارتطمت الكره في وجه اللاعب. في وجه اللاعب واضح. نعم الذراع ممدوده، الذراع اوهمت الناس انها او المشاهدين انها لمست الكره، ولكن اصطدمت الكره في وجه محمد السهلاوي ونزل على الارض وسجل من هدف. الهدف صحيح، لا وجود لاي مخالفه فيه. طيب جيد. هذه الحالة الرابعة، شوف الحالة اللي بعدها، نشاهد الحالة الرابعة، هذه عدم أكثر من نعم. وفعلا حركة اليد، حركة اليد توهم نعم. هنا دخول من محمد السهلاوي على الكابتن أسامة مساوي، هنا شاهدها أعطى الحكم البطاقة الصفراء، طبعا دخول بتهور مهاجمة المنافس بتهور. هذه تعتبر ضمن مهاجمة المنافس على قدم اللاعب الآن، شاهدها. إذا قرار سليم الحكم في احتساب المخالفة والبطاقة الصفراء. واضحة أمامنا. طيب الحالة الأخرى، طبعا هنا الحالة، طبعا هنا اللاعب الهلال طبعا حاول أنه يأخر استئناف اللعب، الحكم لم يسمح بأي تأخير اللعب. طبعا هنا أشهر البطاقة الصفراء لتأخير اللعب، مفترض على اللاعب أنه يحاول أنه يبتعد، ما يحصل على البطاقات. يعتبر بطاقات مجانية هذه، ترى اللاعب انه يبتعد عنها، ولكن قرار الحكم سليم. طبعا هنا ما في مخالفة، هنا المخالفة ارتكبت، هنا المخالفة، ولكن لا وجود بطاقة فيها. هنا تعتبر مخالفة خطأ من الأخطاء العشرة فقط، ولكن القرار الإداري اللي هو لتأخير استئناف اللعب. طبعا هنا الكابتن عبد اللطيف الغنام حصل على بطاقة صفراء ثانية في المباراة. طبعا الحكم اوعز اللاعبين ان لا يستأنف اللعب الا على الصافره. طبعا هو يقول انا قلت لك على الصافره، ولكن اعتقد ان الكابتن عبد اللطيف لم يشاهد حله الحكم بضبط. تستحق البطاقه يعني؟ تستحق البطاقه، اذا الحكم اعطى اللاعب او اوعز اللاعبين انه لا تستأنف اللعب الا على صافرتي تستحق البطاقه الصفراء. طبعا هو لعب
والحكم لم يجامل هنا في طيب اي قرار. البطاقه الاولى اللي اخذها تستحقها؟ نعم بطاقه صفراء. نعم طيب صحيح. يعني بطاقتين اذا اخذ بطاقتين صحيحتين ما في خلاف عليها. طيب محمد في شيء؟ بس انا كنت بسال الكابتن فيما يخص البطاقه الثانيه لعبد اللطيف الغنام، يعني في تباين بين الحكام في عمليه البطاقه الثانيه. نعم. بعضهم يعطي كرت وبعضهم لا، فنظاما قانونا انه بطاقه صفراء تنفيذ تنفيذه مع اطلاق الصفر. أه. نعم شوف قانونا الحكم اذا ضبط الكره وقال للاعبين نبع اللاعبين حتى يضبط اللي داخل الصندوق او داخل منطقه الجزاء يفترض اللاعب يلعب على صافره الحكم او على اشاره الحكم. لذلك الحكم اذا اعزلهم يفترض على اللاعبين انهم ينتبهوا للحكم جيدا حتى التنفيذ. إذا سمعت الصافرة أو إشارة تلعب الكرة. لكن النظام ولكن يقول القانون يقول إنه إذا ما تقيد بطاقة أكيد يستحق. أكيد أكيد قرار له قرار الحكم صحيح. طيب. قرار الحكم صحيح. أتمنى إن شاء الله تكون هذه تعليمية للعيبة. بالتأكيد. حتى ما يحصلوا على بطاقات مجانية طيب. زي هذه. عموما تشوف إن الحكم كان جيد اليوم. جيد جدا أداء المباراة، تحركاته كان قريب من الأحداث، كان يتخذ القرارات والانضباطية. يعني كل حكم تفوت عليه بعض الأشياء ولكن. زي مباراة الهلال والنصر بحكم مميز يوناني أدارها بشكل جيد جدا. أتمنى طيب. إن شاء الله أن تكون عامل مساعد للحكم السعودية. نعم. لذلك ما وجدنا توتر عادل بين الطرفين، بس النتيجة لها دور قد يكون النتيجة، بس أيضا ما في أخطاء مؤثرة في المباراة أكيد. يعني تعطي للطرف أو ذا طيب. يتحدث عن المباراة أو يبرر. هذه حالة الهلال والنصر.